مرحبا. اليوم بدي اورجيكم سليبينج دوغز نايت ات نورث بوينت. طبعا هي اكسبانشن باك لسليبينج دوغز طلعوها مشان الهالوين والعلاقة بالاشباح في هيك مثل اليوم بيطلع بالصين تبع الاشباح وما بعرف شو وبتطلع فيه الاشباح وكذا. طبعا اللي ما لعب سليبينج دوغز قبل هيك Vincent? الجيم هي انه انت واحد شرطي. هاي الجيم الاصلية عم بحكي انك انت واحد شرطي بيروح بفوت بين عصابات عصابات هونغ كونغ بتقاتل معهم بده يوصل للأعلى المناصب فيها مشان شو مشان يقدر يسقطها يعني. فهو شغال مع الشرطة تمام. طبعا تلعب مثل جي تي اي بالضبط. هونغ كونغ كلها مفتوحة لك. النايتمير في نورث بوينت هذا الشيء. في عندك أشباح و شياطين صينية ما بعرف شو هي بتفلت بهونغ كونغ بدك تقعد تقتله. اوكي طبعا في عندك حركات كونغ فو ما كونغ فو. انا حوقف الفيديو هلا وارجع كمله بعد ما مشان ما اروح عليكم القصة. اوكي فالفكرة هلا انه انت بهونغ كونغ والشياطين هي التيانغسي فلتت البلد اشباح وشياطين وما بعرف شو. طبعا هذا واحد صاحبه وبدك تروح تقتله. بدك تلاقي طريقة انك تطلعهم من البلد. طبعا هونغ كونغ السوق انت من اليمين والشارع بيكون على اليسار. اوكي مشان بس اللي حلو هيك منيح. عم حاول اتذكر الجيم. ممتاز. اوكي طبعا في الاشباح هي بتقعد تقتلها انت بالكونغ فو. طبعا اللي ما بيعرف الجيم راح يعرف انه الفرق بيناتهم انه هون بالجيم هي ما في قتال بالمسدسات. قليل كتير 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 انه تلاقي قتالة مسدسات. فعليا هو بحل مشاكله كلها بالكونغ فو. وين بدي اطلع هلا هيك؟ تعال يلا هي امشي بنص الشارع بركب اندايس 200 متر. اوب طبعا الناس كلها جنت بالشارع. طبعا هاي الكونغ فو. حلو. الجيم الاصلية حلوة كتير. من الاحلى الجيمز اللي لعبتها السنة الماضية ولا هي السنة اللي قبلها. يعني هي 2010 يا 11 يا 12 صرنا 11. من احسن الجيمز اللي لعبتها بهذاك الوقت. هي الاكسبانشن جايه على اساس انه تعطي هيك مثل جو هالوين وانه اشباح والعلاقه هيك بالفلكلور الصيني. الاشباح اللي لها علاقه بالصين وهيك التشانغ تسي وما بعرف شو. حتى ليك كل العالم صاروا عم يتقاتلوا بالشوارع. حلو. اوكي هي الاشباح الصينيه اللي طبعا الحلو فيها انه بتنط مثل الهبلان. ليك ليك ما لازم ليك الله العظيم. هي نرجع الصوت شوي. هي حل. طبعا العصابات هونغ كونغ ما بتعض بس في معهم سكاكين وهيك. هي خود. طبعا حلو فيها كمان بالكونغ فو انك فيك تستعمل الاشياء الموجوده بالماب مثل هيك براميل.
حل. طبعا انا بستعمل هلا الكنترول السيبتو قوية كتير، بس مشكلتها صوتها عالي. ايوه تمام. وهكذا بتعمل مهمات، بتروح بتقاتل الاشباح، بدك تجمع اشياء مشان تجمع سحر، وهذا السحر بيخلي الاشباح تروح. اوكي بس طبعا الاشباح هي بتلبس العالم بالطريق، وهكذا بتسوق في سيارات. القصه تبع هي القصه هون خفيفه هيك، احكي فاضي. القصة تبع الأصلية، الجيم الأصلية الأساسية حلوة كتير، بنصح أي حدا فيكم إنه يروح يجيبها هلا ويلعبها إذا ما بتعرف شو هي. هونغ كونغ عاملينها بشكل كتير كتير مرتب، شوف شلون الإضاءة فيها والألوان والقصص هي، يعني المدينة كتير حلوة، القصة حلوة، فيها مؤامرات وشغل عصابات وهيك. مهم روح جيبها حلوة. شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وحاط الديسكريبشن طبعا الرابط تبع الستيم بالديسكريبشن، وشوفكم بعدين، سلام.